الجزائر ما تقبلت الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. كل حال ما راكم ماشيين راكم حاملين معاكم كل المجد أنت على الأجيال السابقة. هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راح بنديها اليوم؟ هواري بومدين وزير الدفاع الجزائري، الرجل القوي في مرحلته. في سنة 1965 رأى بأن أمور البلد ليست على خير وأنه يجب عليه أن يتحرك للأخذ بزمام الأمور، فقام بتاريخ 19 جوان 1965 بعزل الرئيس أحمد بن بلة من الحكم والإعلان عن نفسه رئيسا لمجلس الثورة. أيها الشعب الكريم، لقد تألف مجلس للثورة وقد اتخذ هذا المجلس جميع التدابير والاحتياطات لضمان النظام وحماية الأمن والسهر على سير المؤسسات القائمة والمرافق العامة، وسيعمل مجلس الثورة على تحقيق الشروط اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وجدية تسيرها قوانين تحترم الأخلاق والمثل العليا، وبمعنى آخر دولة لا تزول بزوال الحكومات والأفراد. فرغم حداثة استقلال الجزائر وكثرة مشاكلها الداخلية إلا أنه استطاع أن يعيد ضبط النظام في كامل أرجاء الوطن، كما أظهر للعالم موقف الجزائر الواضح تجاه قضايا الأمة العربية حتى أصبحت مضربا مثلا. وكانت القضية المهمة عنده والكبيرة التي أعطى لها كل عمره ووقته هي القضية الفلسطينية رغم بعدها الجغرافي. المعركة هي معركتنا كلنا، ما هيش معركة فلسطينيين وحدهم. احنا حقيقة بعاد من ناحية الجغرافية، لكن عندنا دور ليقوموا به. بومدين كل إمكانيات الجزائر وكل علاقات الجزائر التي كانت خارجة من ثورة، والجزائر التي كانت معظمة ومعززة في الوطن العربي والعالم الإسلامي ولها المهابة والصولة، الثورة المنتصرة التي رفعت رأس العرب والمسلمين، كل الإمكانيات والقدرات سخرها لإنجاح فكرة الثورة الفلسطينية. إذا كان المصريون في يوم من الأيام قد قالوا لأحمد بن بلة إذا أعلنتم عن عمليات نوعية وعلى المستوى الإعلامي سنكون أول من يؤيد هذه الثورة، حتى ولو كنا في أمس الحاجة إلى بيع شحنات القطن في 30 أكتوبر إلى الفرنسيين. بنفس الصورة وبنفس المروءة ستتكرر بعد حوالي 10 سنوات أو 12 سنة بالكثير مع هواري بومدين. إذا أقمتم أي عملية فسوف نعلن تأييدنا للثورة الفلسطينية، ويكفي الفلسطينيين فخرا بالجزائر إلى اليوم وإلى أن تتحرر بإذن الله عز وجل على أيدي الجيل المنشود، أقول على يد الجيل المنشود. صوت الانفجار من واحد يناير وأنت لو تعرف كم كان عدد الفتحويين في ذلك الوقت تستغرب، تقول كيف راهن عليهم بومدين؟ كان عددهم 75 واحد، 75 شخص، لكن لأنه هو يريد أن يصنع ثورة فلسطينية. كان ممكن 75 شاب يظلوا يعني مثقفين عندهم هم فلسطين وعندهم هم كذا كذا وتموت الفكرة بعد حين، لكن هو كان مهموم بأن تنطلق ثورة فلسطينية. قالوا طب ايش بدك تعطينا، ايش ممكن تعطينا يعني انت يعني ايش؟ قالوا لا لا لا، روحوا اطلقوا طلقة، طلعوا بيان تعال. كانت البداية في ليلة 31 ديسمبر 1964، حيث قامت قوة صغيرة تابعة لحركة فتح
بالقيام بعملية أثبتت من خلالها عن وجودها. ثم من ذلك الحين أصبح للفلسطينيين حركة تحرير تسعى للتخلص من الاحتلال الصهيوني. بلاغ عسكري رقم واحد صادر عن القيادة العامة لقوات العاصفة، اتكالا منا على الله وإيمانا منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، وإيمانا بواجب الجهاد المقدس، وإيمانا منا بموقف العربي الثائر من المحيط إلى الخليج، وإيمانا منا بمؤازرة أحرار وشرفاء العالم. لذا فقد تحركت أجنحة من قواتنا الضاربة في ليلة الجمعة 31 من ديسمبر لعام 1964، وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة ضمن الأرض المحتلة، وعادت جميعها إلى معسكراتها سالمة. وعملوا عملية بسيطة جدا، يعني لم تقتل أحدا ولا يعني عملية بسيطة، خط مياه فجروا عملية بسيطة لكنها كانت لها دلالة، لها دلالة، إعلان عن وجود، إعلان عن وجود ناس فلسطينيين، ناس فلسطينيين حبوا يشتبكوا مع العدو فجاءوا. وكان الرجل عند عهده ووعده كما يكون الرجال الكبار، فتح لهم كل شيء، كل شيء، قال لهم احملوا كل ما تستطيعوا، حملوا، بدكم تجيبوا 10 يتدربوا هات 15، ماذا تريدوا؟ أدرك الرئيس هواري بومدين ما يعانيه الفلسطينيون من ظلم الاحتلال، فأمر في صيف 1965 بفتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية مثله عند إنشائه الضابط سعيد السبع، كما أمر بفتح أبواب كلية شرشال العسكرية أمام الضباط الفلسطينيين للتدرب، فتخرج منه أول فوج في سنة 1966. وقد تقدم الضابط سعيد السبع في حفل التخرج وألقى كلمة بحضور الرئيس هواري بومدين شاكرا له وللجزائر وقوفها مع القضية الفلسطينية. عندما وافق وساهم معنا ليأخذ أول دفعة من الضباط الفلسطينيين في كلية شرشال اللي هم من كانوا أول ضباط تخرجهم الثورة الفلسطينية كضباط، وتخرجهم حركة فتح كضباط، الآن هم جنرالات. أول دفعة من الأسلحة جاءت إلى الثورة جاءت من أخواني هنا في الجزائر، سمح بها الرئيس الراحل هواري بومدين، ونقلت بالطائرات إلى دمشق. وفي ذلك الحين تعتبر كانت بالنسبة لنا يعني حمولة طائرة بالنسبة لنا شيء كبير جدا. القضية الفلسطينية أصبحت جزء من القضية الجزائرية، فالجزائريون في هذه الفترة تبنوا القضية الفلسطينية بالتمام. فلسطين كانت عند بومدين ليست قصيدة وليست دمعة وليست عشقا وليست رؤية وليست بوصلة فقط، هي كل ذلك، ولكنها مع كل ذلك وأهم من كل ذلك كانت برنامج عمل، كانت مشروع على الأرض لا يترك فرصة، لا يستطيع أحد أن يكون في دواليب الحكم في الجزائر وهو ليس مع فلسطين 100%، 100% لا يلعب في هذا أبدا. وكانت كل سفرات الجزائر في العالم عندها الأوامر أن تكون في خدمة فلسطين.
وقف الرئيس الراحل هواري بومدين مع القضية الفلسطينية ماديا ومعنويا حتى أصبحت تدخل في برنامج الحكومة تخطيطا وميزانية. إجمالا فلسطين كانت تمثل مكانة كبرى في قلوب الجزائريين وعقيدتهم. الجزائر في أيام بومدين كانت فلسطين جزء أو تدخل في برنامج الحكومة. بعد فتحه لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر وتدريب رجالها، سعى سعيه الكبير في أن تمثل نفسها بنفسها وأن تصبح الممثل الشرعي والوحيد للقضية الفلسطينية، حيث استطاع أن يحقق ذلك رغم كل من عارض. التقط اللحظة التاريخية أنه لابد أن الفلسطينيين يتكلموا بأنفسهم، وهو يعرف تعقيدات الوضع في المشرق العربي. البعثيين يجرونا، والملك حسين يجرنا، وعبد الناصر يجرنا، البعثيين بشقيهم، كل النظام العربي هناك يريد فلسطين في ورقة في جيبه لكي يتفاوض عليها مع الغرب والأمريكان يستقر في حكمه، لا يفلت هذا الغول من يده، هذا البعبع يضبه عنده، في مقدار ما يضبه عنده هو يأخذ ضمانات من المعلم العم سام. بومدين أحب أن يحرر القرار الفلسطيني والوجود الفلسطيني من سطوة النظام العربي، فكان فخطأ خطوتين في غاية الأهمية، خطوتين جزائريتين في منتهى الأهمية. فكما أنه ولد الثورة الفلسطينية، فهو دخل إلى مؤتمر قمة العربي، قال لهم الفلسطينيين يمثلوا روحهم. مؤتمر القمة العربي بعد حرب 73 هي كثيرة، ولكن حنسرق هذه مهمة جدا. أخذنا في ذلك الحين قرار منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، أخذناها. فإجا المندوب الأردني الله يرحمه، كان الرفاعي، الله توفى، و فاعترض. قال له أنا عارف اعتراضك، شكرا لبقية الجلسة، مين مع فلسطين ومين ضد فلسطين؟ فاضطرت جميع طبعا كلها احنا مع فلسطين، القرار مشي. وأنت تعرف تداخلات الوضع الفلسطيني المعقدة، كيف تقنع الأردن بذلك؟ كيف تقنع السوريين القوميين بذلك؟ كيف يقبل، يعني يقبل حافظ أسد مثلا أنه الفلسطينيين هم أصحاب قرار وحدهم وهم أحرار اتخاذ القرار؟ وكيف يقبل الملك حسين وهو عنده 80% من شعبه فلسطيني والضفة فلسطينية؟ كيف يقبل السادات؟ فبدأ الهرج والمرج، فقال لهم إما منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وإلا سأفجر هذا المؤتمر. لن أقبل أبدا أن يتكلم أحد باسم الفلسطينيين، وفلسطين إما اتفقوا فتكون اسمنت المسلح الذي يجمعنا، أو نختلفوا فتكون الصاعق الذي فجرنا حتى واحد منكم مع واحد. فصار الهرج بالمرج، فكان ذكاؤه العبقري أنه قال اللي مع فلسطين يرفع يده. طبعا لا أحد فيهم يستطيع أن لا يرفع يده، فرفعوا أيديهم في مؤتمر القمة، فقال له سجل في المحضر، سجل منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد لشعب الفلسطيني. فكان هذا نصر سياسي استراتيجي، حققوا الفلسطينيون
برعاية هواري بومدين. لما خرجنا من الجلسة قلت له رجائي أنا بشكرك طبعا. قال لي تشكرني ليش؟ أنا بعمل حاجة إلك، أنا بعمل حاجة لفلسطين، أنا بعمل حاجة للجزائر، أنا بعمل حاجة للأمة العربية، مش إلك هذه، هذه للشعب الجزائري قبل أن تكون للشعب الفلسطيني. تلكأ الأمين العام للجامعة العربية بإرسال برقية، جابه قال له ارسل البرقية للأمم المتحدة إنه الجامعة العربية والقمة العربية أخذت قرار بأنه منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة شرعي وحيد، وأنه وقع البرقية باسمي، لا توقعها باسمك. وبعد أن تمكن الزعيم العربي الجزائري هواري بومدين من انتزاع مكانة دولية محترمة بين الدول بدفاعها المستميت عن حركات التحرر في العالم. هذه فلسفتنا بالنسبة للتعاون الدولي، وهذه هي سياستنا بالنسبة لعلاقاتنا ومعاملاتنا مع كل دول العالم. وهذه الفلسفة وهذه السياسة لا تمنعنا، بل توجب علينا أن نبقى متضامنين، أن نقدم يد المساعدة لكل الذين يعملون من أجل استرجاع سيادتهم واستقلالهم، سواء في إفريقيا، سواء في آسيا أو غيرهما، لأن هذا واجب بالنسبة لنا، واجب بالنسبة لنا، واجب علينا كشعب عرف مرارة الكفاح ومرارة النضال وتضحيات. فلهذا كانت الجزائر ولا تزال وستبقى واقفة مقدمة العون والمساعدة حسب إمكانيتها للحركات التحررية. كان من القيادات المؤثرة ليس فقط جزائريا، هو شخصية جزائرية، ولكن هو شخصية عربية، ولكن هو شخصية إسلامية، ولكن هو شخصية إفريقية. واهتم، يعني ما في حركة من حركات التحرر في أفريقيا إلا وكان له بصمة فيها. عندها أصبحت الجزائر الناطقة باسم العالم الثالث، ويتم انتخاب وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالإجماع رئيسا للدورة 29 للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974. Del Consejo de la Revolución y del Consejo de Ministros de la República Argelina Democrática y Popular. فبعد أن استطاع الرئيس هواري بومدين جعل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وعضوا كامل الصلاحية في جامعة الدول العربية، اجتهد بكل قوته لإدخالها إلى أروقة الأمم المتحدة وتحقق له ذلك. فهل لي أن أعبر عن ترحيبنا الحار لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وأدعو الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفلسطينية لإلقاء كلمته، فليتفضل. سيد الرئيس، أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لكم باسم الشعب الفلسطيني
وقائدة كفاحه الوطني، منظمة التحرير الفلسطينية، بأحر التهاني على انتخابكم رئيسا للجمعية العامة للدورة 29 للأمم المتحدة. ولا شك لقد عرفنا فيكم الإخلاص والتفاني في خدمة قضايا الحرية والعدل والسلام، كما عرفناكم من بين صفوف الطلائع المناضلة أثناء حرب التحرير الوطنية الجزائرية. فالجزائر اليوم قد ارتقت في دورها وفي مسؤولياتها الوطنية والقومية والدولية إلى مستوى رفيع حاز على تأييد واحترام دول العالم بأجمعها. الفلسطيني الآن الذي يفخر بما قدمته الجزائر له على مستوى المادي، على مستوى المعنوي، وكيف أنه الجزائري وزير الخارجية آنذاك في الأمم المتحدة حينما أصبحت عضو مراقب والمنظمة كانت لها المكانة الشرعية بهذا التنظيم الدولي، أنه قد سمح للمغفور له بإذن الله عز وجل ياسر عرفات لأن يقدم خطابا شهيرا مقدما عرف الزيتون، شجرة الزيتون والبندقية، بندقية المقاوم، مع هذه الكوفية الجميلة الرمزية لكل فلسطين وأرض فلسطين القاطبة. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. داخل الأمم المتحدة يخرج ياسر عرفات من الجزائر بطائرة جزائرية، بحراسة أمنية جزائرية، بباسبور جزائري، باستقبال جزائري، حيث كان وزير الخارجية هناك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويدخل على مؤتمر الجمعية العامة المتحدة ليلقي كلمته، وكانت الجزائر هي رئيسة المؤتمر. تخيل فلسطين ومنظمة التحرير أمام العالم في أمريكا في الأمم المتحدة. فكان هذا أيضا تجسيدا سياسيا عاليا لرؤية بوديان نحو فلسطين. وذهبت بطائرة جزائرية وحراسة جزائرية كأنني مبعوث جزائري، مش بس مبعوث فلسطيني. يعني يريد أن يقول للعالم أنه هذا الموفد الفلسطيني اللي اسمه ياسر عرفات مش جاي لوحده، لا، الجزائر وراه قلبا وقالبا. ولم تكن هذه المواقف خاصة بالقضية الفلسطينية، بل يذكر له التاريخ وقوفه الكبير مع القضايا العربية ضد الكيان الصهيوني. فبعد سنتين من اعتلائه الحكم، أي في سنة 1967، بدأت طبول الحرب تدق في المنطقة العربية، وأصبحت الشعوب تعيش حالة من الغليان والترقب لما سيحدث. عندها كان الرئيس هواري بومدين يتابع الوضع عن كثب، يسأل ويستفسر، وعندما لاح له بأن الصدام بين العرب والإسرائيليين سيقع لا محالة، قرر أن تشارك الجزائر في هذه المواجهة التي اعتبرها واجبة لتحرير الأراضي العربية من الاحتلال الإسرائيلي. وألقى كلمة أمام الجنود الجزائريين الذين تأهبوا للذهاب إلى نصرة إخوانهم،
بأنهم ذاهبون إلى إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة. كل حال ما راك ماشيين راكم حاملين معاكم كل المجد أنت على الأجيال السابقة، المجد أنت على المجاهدين أنت على الأمير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد أنت على جيش التحرير، راكم حاملين على أكتافكم المجد، راكم حاملين على أكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد نتاع 1.5 مليون نتاع الشهداء. هذا المجد أيها الإخوة، هذا 1.5 مليون نتاع الشهداء راكم حاملينه على كل حال ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شي واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شي واحد، الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ممسحوش كل الدموع نتاعهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم، يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. هذه فلسفة الجزائر اللي كان بومدين يودع فيها الجنود الجزائريين اللي رايحين على الجبهة ويقولهم أمهاتكم ينتظروكم منتصرين أو شهداء، وانتم حاملين على ظهركم عزة وكرامة الجزائر. رجل داخل المعركة مش لعبة، ليس من باب رد العتب ولا من باب انه درنا اللي علينا، لا 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 ما درناش اللي علينا. ومع بداية الحرب بتاريخ 5 جوان باغت الجيش الإسرائيلي العرب وبدأ بتدمير المطارات بواسطة طائراته المقنبلة، ليستطيع في فترة وجيزة أن يدمر أغلب طائرات الجيوش العربية. عندها قام الرئيس المصري جلال عبد الناصر بالاتفاق حاربوا بها. الطيارين الجزائريين لا يعرفون، لا يستطيعون القتال في الاجواء المصريه، لكن الطيارين المصريين عندكم قادرين على هذا. ارسل طيارين بطياره أنطونوف الى الجزائر واخذوا الطائرات 47 طياره حاربوا بها في النهايه. كانت الولايات المتحدة الأمريكية متحالفة مع إسرائيل ومشاركة لها في حربها ضد مصر والدول العربية. ولما رصدت المكالمة التي جرت بين الرئيسين عبد الناصر وبومدين بشأن الطائرات تدخلت في محاولة منها لمنع ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية، المخابرات الأمريكية رصدت المكالمة ما بين عبد الناصر وبين بومدين. السفير الأمريكي بالجزائر طلب مقابلة عاجلة مع الهواري بومدين، استقبلوا. قالوا السفير يقول بومدين يقول له حكومة الولايات المتحدة لا تنظر بعين الرضا والارتياح لإرسال الجزائر طائرات عسكرية لعبد الناصر. قالوا سعادة السفير انتهى ذلك الوقت الذي أمريكا تأمر والبلدان الصغيرة تطيع، وهذا قرار الجزائر تدعم شقيقة لها اسمها مصر. وانتهت المقابلة يا سعادة السفير. ولم يكتف الرئيس هواري بومدين بما أرسله من طائرات، بل ذهب إلى روسيا الاتحاد السوفيتي سابقا لمحاولة الحصول على ما يحتاجونه من سلاح ومعدات. هو كان بينه وبين بينه وبين مصر سحابة صيف، ومع ذلك كما تعرف انه ارسل قوات، وليس هذا فقط، ولكن ذهب الى القاهرة، ومن القاهرة ذهب الى سوريا، ثم بعد ذلك ذهب إلى
ليعرف احتياجاتهم عشان يعني يطلع على الاحتياجات التي يريدونها. ثم ذهب إلى الاتحاد السوفيتي وقال لهم الآن وفورا تحركون دبابات إلى مصر وإلى سوريا وأسلحة بدل التي فقدها السوريون والمصريون في المعارك. فقالوا له هذا يعني أبدوا له بعض لأنه هذا سيأتي على يعني أعطينا فرصة. قال لهم إذا كانت هذه الفرصة المال فالجزائر ستتحمل المال. سافر إلى الاتحاد السوفيتي وأخذ معاه مال 300 مليون دولار وقال نصفها لحساب نصفها لسلاح لسوريا ونصفها سلاح لمصر والجزائر تدفع بالعملة الصعبة. كوميديا عندما حصل ما حصل من 67 ذهب ودفع شيك على بياض باعترافات حسين هيكل. انا لم اسمع من الجزائريين هذا، سمعته من هيكل 400 مليون دولار في ذلك الزمان، يعني الان يمكن 40 مليار دولار. كوميديا عندما قدم ذلك كان يقدمه وهو يعرف انه يدخل المعركه التي هو يريدها لاسقاط الكيان الصهيوني. في ايام الهجوم هذا كان وزراء النفط العرب يعقدون اول اجتماع لهم بخصوص الحرب ليتفاجئوا بقرار من الرئيس هواري بومدين يدعو الى استعمال سلاح النفط. الغرب سوف لن ينسى ابدا في يوم من الايام ان بومدين كان هو اول من رفع رايه قطع البترول عن أجهزة الحرب التي تدمر بلدان العرب. في يونيو جواء 1967 عقد مؤتمر وزراء النفط تمهيدا لمواجهة العدوان الإسرائيلي على مصر، فأرسل وفد جزائري برئاسة أكروف. استدعاني أنا الرئيس بومدين وأعطاني تعليمات، قال لي أنت اللي تتكلم في المؤتمر، أكروف ما يعرفش اللغة العربية، أنت تتكلم. حاولوا أن تدمجوا قضية تأميم شركات النفط البلدان اللي تدعم العدوان الإسرائيلي على مصر، نريد هذا. 5 يونيو والمؤتمر معقود، يدخل من مدير وكالة الأنباء العراقية ويقول الطائرات الإسرائيلية تهاجم الآن المطارات المصرية. طبعا أخذت ورقة وكتبت تؤمم شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلدان العربية تابعة لبلدان التي يثبت أنها دعمت العدوان بطريق مباشرة وغير مباشر. طبعا وزير السعودي رفض، وزير الكويتي رفض، ولكن نحن أصرنا أن نخرج، الوفد الجزائري يخرج إلى الصحفيين ويعقد مؤتمر صحفي ويقول اقتراح الوفد الجزائري ودول معينة رفضته. طبعا وزير زكي اليماني وزير السعودي في ذلك الوقت اتصل بالملك فيصل. الملك فيصل قال اقبل اي شيء، الوقت غير مناسب لان ترفض اي شيء. وصعد وطلع قرار من وزراء النفط يقول تهمم شركات النفط التابعه لبلدان التي ثبت انها دعمت العدوان على مصر الاسرائيلي بطريق مباشر او غير مباشر. وتم ذلك. البلد الوحيد الذي طبق عند هذا القرار هو الهواري بومدين بأمر من الهواري بومدين الجزائر. عندما خطب جمال عبد الناصر وقال ثبت بالدليل القاطع أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيدت العدوان على مصر، الرئيس هواري بومدين أصدر قرار فأمم شركات البترول العاملة في الجزائر الأمريكية والبريطانية.
انتهت الحرب التي دامت 6 أيام بانتصار إسرائيل وحلفائها على مصر وسوريا والأردن، وأضافت إسرائيل إلى أراضيها سيناء والجولان وقطاع غزة والضفة الغربية التي لا تزال إلى حد الآن في حكم الاحتلال. في أيام النكسة تلك التي أصابت العرب، يظهر الرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ 9 جوان مخاطبا الجماهير ومعلنا عن استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية. قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. لذلك لما انهزموا في 67، وهنا أنا يعني أضرب مثال به وبعبد الناصر، عبد الناصر بكى، خرج على الناس يبكي ويستقيل، بومدين خرج للناس هنا يقول لهم لم ننهزم ما خسرناش. الجزائر ما تقبلش الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل هزيمة أبداً. اللي ينهزم هو اللي وضع كل قوته كل قدراته كل إمكاناته وخسر. نحن لم نضع شيء والمعركة ما زالت، خسرنا معركة لم نخسر الحرب. أن الجوع جرعة عميقة، أن الشرف أصيب بمثل، أن العرب خسروا معركة، لكن يحمى لنا التاريخ كخونة، يحمى لنا التاريخ كمنهزمين، يحمى لنا التاريخ بأننا قصرنا في الوجه بتاعنا. إذا كان قادمنا هذه الهزيمة، وإذا كان قادمنا هذه النكسة. بومدين بعد هزيمة جوان 67 يقول فعلا خسرنا معركة لكن لم نخسر الحرب أبدا، لأننا لنا قدرة على لملمة جراحنا ومداواتها. هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راه بين يديها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل وسائل امتانا، ما استعملناش كل الأسلحة. أين هذا العبقري؟ من وين هذا العبقري؟ من هذا العبقري اللي يرجع الثقة للأمة ويرجع صمودها في ظل نكبة؟ نكبة 67 كانت أخطر وأعظم من نكبة 48. خذوا قطاع غزة وسيناء والجولان والضفة الغربية في 4 أيام، والانهيار كان شامل وكامل. استمر صراع العربي الإسرائيلي لسنوات، والرئيس هواري بومدين على نفس الخط، لم يبدل ولم يغير، حيث كان زعيما ثوريا قولا وعملا إلى غاية وفاة عبد الناصر. أن بومدين كانت مواقفه واضحة كل الوضوح. بومدين ليس قائدا ثوريا فقط، بل مفكرا ثوريا، وقل أن يوجد له مثيل في هذه الأمة عبر عدة قرون. هذا الشاب الصغير، أنت لو تتأمل تلك الأفكار التي كان يحملها فعلا شيء غريب. في أواخر سنة 1973 يتجدد الكلام عن الحرب ضد إسرائيل. عندها يقوم الرئيس هواري بومدين بالسفر إلى روسيا ليقوم بدفع ما قيمته 200 مليون دولار حق السلاح والعتاد الذي سيتم إرساله إلى مصر. لمسة بومدين كانت واضحة في هذا الميدان، تبدأ أولا بسفره الطارئ إلى موسكو،
ثم طالب تسليح الجيش المصري. في أكتوبر من سنة 1973 تندلع الحرب العربية الإسرائيلية من جديد، وتشارك الجزائر كعادتها بجيش مكون من لواء مدرع وثلاثة أسراب من الطائرات الروسية المقنبلة. في هذه الحرب أظهر الجنود الجزائريون بسالة وشجاعة قل نظيرها، جعلت الإسرائيليين يروونها في مذكراتهم. في 73 بدأت الأمور تتكشف، كثير من الأسرار بدأت تظهر، وأنا أعتقد أنه فيك أسرار لم تكشف بعد. أنا قرأت مذكرات لضباط إسرائيليين عن الحرب 73 وكيف كان نصيبهم الأسود في ملاقات الجزائريين. وما كان يزعج الإسرائيليين في هذه الفترة هي القوات العسكرية الجزائرية، وقد ترك الجزائريون في الميدان ما يزيد عن 3700 شهيد مدفونون الآن في أرض مصر الطاهرة. دون أن نتغنى أو نزكي أنفسنا على المولى سبحانه وتعالى، لكن الثابت أن الجزائريين قد لقنوا الإسرائيليين دروس لن ينسوها أبدا. جزيرة جنب الحدود المصرية، وكانوا حبوا يحتلوها لأنها بموقع استراتيجي، وراقبوها ما فيش فيها شيء، فيها ناس أفراد كذا كذا، ونزلنا بالدبابات، كان شارون يقود العملية، واسمه حيمر، سأذكر لك اسم الضابط الإسرائيلي اللي كان مشرف على العملية، لأنه هذا كتابه مذكراته. قل دخلنا بدباباتنا قواتنا وجسنا خلال الديار في لحظة واحدة، بعد ما كلنا سرنا في الداخل، وإذا بالموت يتخطفنا من كل جانب. وكان فيها الجزائريون الذين لا يخشون الموت أبدا، وكانت من أكبر هزائم الجيش الإسرائيلي حرب 73. كان الرئيس هواري بومدين يسعى لتوحيد مواقف العرب، وكان لا يقبل بتنازعهم ولا تخاصمهم، لأن ذلك يؤدي لا محالة إلى الفشل والانهزام. وقد تدخل في الكثير من المرات بكل ثقله لتسوية الخلافات الكبيرة التي كانت تقع بين الدول بين الفينة والأخرى. بومدين كان له دور كبير جدا في وضع حد للصراع العنيف التاريخي بين العرب والفرس هكذا، وأنا أحسن اختيار الكلمات أخي عبد السميع، لكن أنا أقول أنه بومدين استطاع إلى حين أن يضع حد لصراع عنيف جدا بين العراق صدام حسين وبين إيران الشاه. وبومدين كان يدرك أن من وراء هذه الحرب إسرائيل، وكما قلت لك، فعندما ذهب إلى الأمريكان وكان يتكلم على الأمريكان فتكلموه عن الأكراد، فقالهم ايش يعني؟ اسرائيل ثانية؟ تريد اسرائيل اخرى؟ فكان يدرك خطورة الانفصال في الامة، وذلك سعى بكل ثقله وثقل الجزائر واحدث اتفاقية 75. يسرني ايها الاخوة والاخوات ان اعلن على اسماعكم بانه وقع الليلة البارحة اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين إيران والعراق. زار واشنطن، استع
يستقبل ملك سون، وكان في ذلك الوقت وزير خارجيته هو هنري كيسنجر. نيكسون يقول رئيس مومدين بصفتك انت رئيس القمة العربية يريد علاقات جيدة بين أمريكا وبين العالم العربي، توجد بيننا مشكلة هي مشكلة إسرائيل، نحاول أن نتجاوز هذا الموضوع ونعمل علاقات طيبة مع البلدان العربية. مومدين يجيب نيكسون ويقول له سيد الرئيس يبدو أنكم لم تكتفوا، أمريكا لم تكتفي بإسرائيل واحدة، تريد أن تخلق إسرائيل ثانية في شمال العراق. الرئيس يحكي لي الرئيس بومدين يقول نيكسون صار يردد سكند إسرائيل سكند إسرائيل إسرائيل ثانية إسرائيل ثانية، ما فهمش. كيسنجر فهم الموضوع، قالوا تقصد تمرد الأكراد، يعني حركة الأكراد، حركة الأكراد في شمال العراق. قال له أقصد مش حركة الأكراد في شمال العراق، تمرد العراق في شمال العراق، وهذا التحرك والتمرد مدفوع من الولايات المتحدة، شاه إيران مدفوع من شاه إيران، وشاه إيران من عملائكم عميل الولايات المتحدة الأمريكية. وكان موقفه واضح أنه لا يريد إسرائيل أخرى فخطط لها. كانوا الناس بتصوروا أنه فقط مومدين منهمك في حول فلسطين وفي فلسطين، كان مومدين يطلق رجال الجزائر، ما قولش رجاله، يطلق رجال الجزائر الأبطال يتحركوا في إفريقيا، حتى أصبحت إفريقيا في قبضته، وذلك لكي يحسم معركته في فلسطين. وكذلك المستوى العالمي، مومدين لم يكن يتردد في الذكر ذلك أبدا. وكان الجزائريين يقولوا للأمريكان الذي بيننا وبينكم يمنعنا عنكم ويمنعكم عنا من تنسيق وتبادل وسعادة ورحاء واقتصاد وكل شيء، في جدار بيننا وبينكم. ما هو جدار؟ إسرائيل. هذا لم يستطع أحد أن يقوله أبدا. وطبعا بلغني الرئيس، وبلغت أنا في ذلك الوقت كنت سفير بالعراق، بلغت البكر أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية، وجاء صدام حضر، بلغتهم الحوار اللي صار، لدرجة الرئيس البكر يعني تأثر تأثر كبير، وقال لي لأول مرة رئيس دولة عربية يثير قضية الأكراد مع الولايات المتحدة الأمريكية هو لهواري بومدين. وهذا رجل عظيم، ولا ينكر أي واحد عظمته كقائد عربي كبير. شكرا للرئيس بومدين وبلغ لي تحياته. وكذلك فعل في الأزمة التي تحولت إلى حرب بين ليبيا القذافي ومصر السادات، حيث تدخل بحزم وأوقف الصراع الواقع بين الجانبين. القذافي ومصر بعد أحداث توجه وتحرك مصر نحو التسوية، بدأ القذافي يقوم ردات فعل ردوا عليها المصريين بحرب، قصفوا له بطرائتهم كذا، وبدأت الاشتباكات، وأكادت الأمور أن يعني تدخل في منعرج سيء. الثابت أنه القذافي أصبح مزعج، وبالتالي فمعروف أنه الجيش المصري في زمن السادات زحف إلى أن وصل إلى قاعدة عبد الناصر العسكرية، وتدخل الجزائر بما كانت تملك من مكان لدى العرب ولدى المصريين، والذي أوقف هذا الزحف. في الخلاف الذي حدث بين مصر وبين ليبيا أيام السادات، وأنا شهدت هذا بنفسي، لأنه أنا كنت أحاول جهدي في هذا الموضوع، وأنا موجود عند الرئيس معمر وإزبي يصري، ثم يجتمع به ثم يتحرك إلى القاهرة. أنا كنت رايح جاي، لم أستطع أن أوفق، ولكن هو تحرك وأنا أنهى الموقف وأوقف المعارك وبحزم. وتوسط ناس كثيرون في داخل الأمة لم يفلحوا، وجاء بومدين انتقل من هنا من طرابلس إلى القاهرة، وكان انتهت الموضوع. وأنا الحقيقة هنا يجب أن أقول
يجب أن أقول مع عبقرية الرجل وإخلاصه وإيمانه ورجولته، إلا أنه كان يتحرك بالجزائر، كان يتحرك بالجزائر. لو بمدين بكل هذه الصفات تحرك منعزلا عن الجزائر لا قيمة له. تحرك بالجزائر الثورة المنتصرة، الثورة التي تسكن قلب كل عربي والتي يعشقها كل عربي وكل مسلم وكل حر، ثورة التي عادت للأمة وزنها النفسي. الأمة منهارة بعد سيكسبيكو، بعد ضياع فلسطين، الأمة منهارة بعد فلسطين. فيأتي انتصار بهذا الحجم، أن تعود الجزائر القارة ينتزعها أبناء جزائريين من فم الغول، فهذا هذا هذا خلى الجزائر قيمة كبرى. بومديا الحقيقة أدرك قيمة الجزائر وتحرك بالجزائر، فكان في المستوى الرائع وأنجز إنهاء الصراع بين ليبيا ومصر في زيارة واحدة. اشتهر الرئيس الراحل هواري بومدين بمواقفه البطولية، ولما داهمه المرض وغاب عن الساحة أدى بالصحافة العالمية والدول الكبرى إلى السؤال والبحث عنها، حيث ترك فراغا رهيبا أحس به كل من كان يتابع شؤونه وشؤون بلده الجزائر. ولأنه كان زعيما جزائريا فلا بد أن يشعر القادة وغير القادة بأن غيابه ليس عاديا، حيث أصيب بمرض مفاجئ استعصى علاجه وقل شبيهه، وأسلم الروح إلى باريها صباح الأربعاء 27 ديسمبر 1978 في 3:33 فجرا. سبعة وعشرين ديسمبر 78 هو يوم حزين في الجزائر، والجزائر في هذه الفترة لبست الأسود، وطبعا كل الجزائريين إلا من كان قد جعل في قلبه حجرا بكى بومدين، لأن بومدين كان رمز الأنفة والمروءة بالرغم من تحفظاتنا على الرجل كأكاديميين في كثير من المواقف، وأنا أذكرها من السمع والمصر، ولكن أنا ثابت أن يقول أنه بومدين في هذا الأيام الأربعة الأخيرة من شهر ديسمبر كان يمثل أيام حزن للجزائريين. الفلسطينيين تيتموا عندما مات بومدين، ليس لأن الذي جاء بعده لم يقف مع الفلسطينيين، لكن لم يأتي بعده للفلسطينيين قائدا للفلسطينيين، قائدا للمعركة ضد الكيان الصهيوني كان بومدين. الجزائر ما تقبلش الهزيمة، لأن الجزائر لن تقبل الهزيمة أبدا. كل حال ما راك ماشيين راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع الأجيال السابقة. هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راح بنديها اليوم؟